ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا 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 جدا، واسفه جدا على تاخيري، ويا رب ما يكونش حد نساني فيكم. اولا انا عايزه اشكر كل واحده فيكم كتبت لي كومنت او عزتني او كلمتني في مسج برايفت على الفيسبوك او الانستجرام. انا مش قادره اقول لكم للي ما يعرفش يعني قد ايه بنات كلموني وقد ايه كانوا بيساعدوني في الفتره اللي فاتت، وقد ايه كانوا كل شويه بيسالوا عليا. والله العظيم انتوا اجمل بنات في الدنيا. بما اننا بقى رجعنا وكده، فانا كانت الافكار ضايعه من دماغي تماما، ولا كاني كنت بصور قبل كده، ولا كاني عارفه اصلا انا بعمل ايه في الفيديوهات. وبما ان برضو انا هعزل من شقتي دي دلوقتي، هروح مكان تاني، فكان لازم طبعا من ضمن كراكيب البيت الميك اب بتاعي كله. فانا قلت بقى نلم الميك اب كله كده مع بعض، وتشوفوا الميك اب بتاعي كله اللي موجود، ولو في حاجه كده ممكن نتكلم عليها باختصار شديد كده نتكلم عليها. احب انوه بس ان الاوضه اللي فيها الميك اب دي مبدئيا الاوضه نفسها ما فيهاش، هي مش اوضه حاجه معينه، هي حاليا اوضه كراكيب مثلا. انا مش بستخدمها غير للجزء بتاع الميك اب اللي انا بصور فيه ده، وانا الميك اب طبعا ما جيتش جنبه بقالي تقريبا شهر او كده، ف ما تتخيلوش منظر الميك اب عامل ازاي، او منظر الترابيزه اللي عليها الميك اب عامل ازاي. فما تتفاجئوش يا جماعه، انا مش معفنه والله، بس يعني ظروف بس كده. بس قبل ما نبدا على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا على الجرس الصغير عشان يجيلكوا الفيديوهات الجديده، وعشان تظهر لكم على الهوم، لان اليوتيوب دلوقتي ممكن ما يبينلكوش الفيديوهات الجديده لاي حد بينزلها الا لو فعلتوا الجرس. وما تنسوش برضو لايك على الفيسبوك بيج وفولو على الانستجرام. يلا بينا نبدا الفيديو. وادي كده، دي الكارثه، ده المنظر. المفروض بقى ان انا كل ده بالحاجات بقى اللي في الادراج دي كلها وفي الكونتينرز دي وكده المها بطريقه لطيفه يعني، واشيلها بقى في الشنط. فيلا بينا نحاول. طب هي مبدئيا دي الشنطه اللي انا هحط فيها الميك اب، والبوكس اللي جوه ده انا كنت جايباه من ايكيا على اساس برضو احط فيه الميك اب وكده. المفروض جايبه برضو ده بس بصوا طلع مقاسه اكبر من الشنطه. ده من جوه متقسم كده. ده انا قلت يعني بعدين لما اعمل فانيتي ليا او يعني مكان للميك اب مخصوص ابقى حاطه فيه الحاجات دي كده، بس انا لسه ما استخدمتهمش اساسا، ودي مش هتنفع دلوقتي اشيل فيها حاجه. فانا مع دول بقى كنت جايبه البوكسين دول كده. هو من جوه ده مش متقسم ولا حاجه، بس هو غويط شويه يعني يشيل. جايبه واحد اهو والتاني اهو ده. وهنا الشنطه هتكفي ان انا احط الاثنين فوق بعض، وممكن ابقى حاطه البوكسين فوق بعض كده على جنب، وهنا في الفراغ ده مثلا احط الفراش زي ما هي يعني، لسه مش عارفه. ماشي بقى، انا هبدا اشيل الاول الباليتات بتاعه الاي شادو الكبيره، او عامه الباليتات الكبيره يعني. دول الاثنين بتوع مورفي اللي هي ديرت كرييت وجاكلين هيل، دول انا كنت عامله عنهم ريفيو والفرق ما بينهم، هبسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده. وبقيت بقى الباليت بقى دي بتاعت فوريفر 52، دي تقريبا اللي بستخدمها في كل الفيديوهات يعني. ودول باليتتين الكونتور الباودر والكريمي بتوع بي اتش، برده كنت عامله عنهم ريفيو كامل، هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت. ودي كانت باليت باليت اي شادو برده، دي من كوستال سينس اللي هي ريفيل 3، ودي باليت من ريفوليوشن دي اللي هي الاسينشال شيمرز. دي كلها الوان شيمر بس مش حلوه نهائي يعني، البيجمنتيشن بتاعها صفر يعني، الالوان ما بتطلعش تقريبا، بس يعني ساعات بستخدمها كده ببل الفرشه شويه وبحاول استفيد بيها يعني. والباليت دي كانت من ميسلين، الالوان اللي خالصه فيها دي اللون ده كان بني كده، كنت بستخدمه الحواجبي اصلا، واللون ده كنت بستخدمه دايما كلون انتقالي، وده اتكسر انا مكنتش بستخدمه ولا حاجه. وده بيج مات خالص، كنت بحطه وبثبت بيه البيز بتاع الاي شادو يعني، فدي شغاله مش قوي يعني بس حلوه. ودي باليت بتاعت البلاشر من سيتي كلر، حلو قوي الباليت دي. تفتكروا كده انا منظمه صح ولا غلط؟ ودي الباليت بتاعت سليك بتاع الهايلايتر، كاميرا اهي وانا اهو هاي. دي انا كنت عامله فيديو كده فيه كذا ريفيو مع بعض، هبقى برضو سيب لكم اللينك بتاعه لو عايزين تعرفوا رايي فيها. ودي باليت بلاشر من كاتريس، حلو قوي برضو. ودي الباليت بتاعت الكونسيلر والكوريكتور من كاتريس، انا قلت عليها وحشه وناشفه بس يعني ممكن اتصرف وابقى استخدمها، لكن طبعا مش هرميها. انا في حاجات كتير من هنا دلوقتي هتلاقوني برميها ممكن، لانها يا اما صلاحيتها انتهت يا اما اصلا ما بستخدمهاش بقالي كتير فصلاحيتها انتهت برضو، لكن الباقي ده كله بستخدمه. ودي الكونتور اللي الماستر سكالب بتاعت ميبيلين، دي انا على طول بستخدمها، حلو قوي. بعد كده بقى العلب الصغيره،
ده برونزر بتاع بورجوا، ده من زمان كان ب 148، معرفش بقى وصل لكام دلوقتي. على فكرة هو مش عاجبني قوي او محبوش قوي، شايفين هنا الطبقة الغامقة قوي دي، دي طبقة بتخليكي ما بتعرفيش توصلي للبودر نفسه، فبتبقى يعني لازم تشيلي الطبقة الاولانية دي عشان توصلي لتحت. يعني حتى تلاقوني بصوا هنا دايما ده اللي بستخدمه، لكن دي دايما بتعمل طبقة مخليني مش عارفة استخدمها اساسا، فمش قوي يعني ما انصحش بيها. وده البرونزر بتاع H&M، ده مات حلو قوي قوي، بس للاسف H&M بطل ينزل ميك اب هنا في اسكندريه وفي القاهره. دي من الحاجات كنت لسه شاريها بس ما استخدمتهاش، يعني حصلت الظروف دي وما جربتهاش، البرونزر بتاع كاتريس، فهبقى اعمل عليه ريفيو بعد كده. والباودر طبعا بتاعت ريميل ستيمات اللي انا ما استغناش عنها، دي احسن باودر للبشره الدهنيه. وده الهايلايتر بتاع اسنس اللي هو سو جلو، انا بحبه جدا. ده في ده كان بلاشر كده من، هو اسمه بيرلي، هو كان من شركه ماي واي لو عارفينها يعني، صراحه يعني ملوش اي 30 لازمه، ومش عارفه انا كنت جايباه ازاي اصلا ولا جالي منين. ده لونه رخم قوي وبيطير بسرعه ووحش قوي، يعني دي من الحاجات اللي مش هاخدها اصلا. وده بلاشر بتاع اوريفلام اللي هو ذا وان، يعني انا كنت شايفاه في البروشور حجم معين وهو في الحقيقه طلع بصوا مش عارفه ده ايه، صغير جدا وغالي قوي، يعني ده برضو من زمان كان ب100 جنيه، انا يعني بصراحه مش عارفه ليه يعني. ودي طبعا اللوس باودر اللي انا بستخدمها في كل حته اللي هي الاير سبون. الفاونديشنز بقى برضو اللي بستخدمه دايما بتاع لوريال انفاليبل، ده حلو قوي للبشره المختلطه والدهنيه. وده بتاع اسنس كنت عامله عنه ريفيو برضو، هبقى اسيب لكم اللينك لو حابين تشوفوه. وده بتاع ميلاني كنت عامله عنه برضو ريفيو، هبقى اسيب لكم لينك الفيديو. وده البيبي كريم بتاع بونز، انا ده بالنسبه لي احسن بيبي كريم بصراحه للبشره المختلطه والدهنيه، فظيع. ده اخر فاونديشن جبته اللي هو ميبيلين سوبر ستي الفورمولا الجديده، بس انا ده جبته برضو وما لحقتش اجربه ولا اعرف عنه اي حاجه، فده برضو هيجي له يوم ويتعمل له ريفيو يعني. بعد كده بقى الكونسيلرز، ده بتاع مسلين، ده اصلا خالص انا هرميه ده يعني، بس قلت اوريه لكم. ده مش حلو، ملوش اي لازمه يعني مقارنه بميبلين فيت مي وكاتريس وكده، ده ملوش اي 30 لازمه. وده الكاموفلاج بتاع كاتريس اللي انا قلت لكم عليه ما عجبنيش خالص، وناس كتير قالت لي لا ده ممتاز، يمكن التركيبه الجديده بتاعته هي اللي وحشه، ده كوريكتور مش عارف ايه، هو مازال مش عاجبني برضو، فانا بفكر ابقى اجيب بعد كده القديم اللي هو مش الكوريكتور يعتبر، واشوف هل في فرق ولا لا، فانا هسيبه لحد ما اجيب التاني واقارن ما بينهم. ده بتاع ميبلين فيت مي الدرجه دي رقم 15، لو انتي لوني ما تجيبيش الدرجه دي خالص لان هي فاتحه وعلى بينك، هاتي 10 لو عايزه تنوري تحت العين، او لو عايزه يدوبك انك تداري الهالات مثلا بس وكده هاتي رقم 20، 15 دي لا. بعد كده دول بتوع كاتريس الليكويد كاموفلاج، ده انا بالنسبه لي احسن كونسيلر في العالم، يعني ارخصهم اصلا ده بمية من مزايا، وفي ناس قالوا ان هو بره مزايا بارخص من كده، بس انا مش عارفه يعني، وفول كفر وثابت جدا وما بيخططش. دول الدرجتين اللي عندي رقم 10 و20، لو انت برضو نفس درجتي 20 هيبقى احسن لك. وده برضو حاجات من اللي جبتها ولسه ما استخدمتهاش، ده كاتريس هو ده كونسيلر بس ده الغرض منه يعني ان هو ينور تحت العين بس، بس انا لسه ما جربتوش. بعد كده بقى البرايمرز، ده كتير منكم عارفين ان انا ما بستخدمش غيره كبرايمر لتثبيت الميك اب، يعني ده ولا بيداري مسام مثلا ولا بيطفي لمعه على كده، ده لتثبيت الميك اب. بعد كده ده البرايمر بتاع ميبلين بيبي سكين، ده اللي انا كنت دايما بستخدمه، هو حلو بس فيه الاحسن، يعني مثلا لوريال انفاليبل احسن منه، بس ده اللي انا كنت بستخدمه. وده من الحاجات برضو اللي جبتها ولسه ما جربتهاش، البرايمر بتاع كاتريس ده برضو انتي شاين، يعني بيطفي اللمعه وبيخليكي مات وكده، بس لسه ما جربتهوش برضو. ودي اول بوكس خلاص. بعد كده بقى الماسكارات، دي الماسكارات كلها اللي انا جربتها، بس مش هقول لكم بقى رايي فيهم عشان انا بفكر اعمل فيديو مقارنه يعني، بس مبدئيا دي بتاعت ريميل، ودي اماندا، ودي اخر حاجه انا جايباها اللي هي بتاعت لوريال اللي هي لاش بارادايس، ودي بتاعت ماكس فاكتور، ودي من ميبلين بس دي قديمه قوي، وسبال، ودي اسنس اللي هي لاش برنسس. ده الايلاينر ده من البراند اسمها اوفيس، كنت قايله لكم تقريبا عليه، ده من السعوديه ما مش موجود هنا، بس يعني اللي في السعوديه الايلاينر ده حلو قوي. ده بتاع اسنس اللي هو القلم ده لونه ازرق كده، بس ده وحش خالص، وكمان مكتوب عليه اصلا ان هو ووتر بروف، ومش قادره اقول لكم بيروح بسرعه ازاي. لكن اسنس يعني لو عايزين ايلاينر القلم منها في واحد اسمه سوبر فاين، حتى الفرشه بتاعته اللي زي دي من قدام ارفع من دي واطول،
وهو ده اللي احلى من ده بكتير، ده وحش وده اصلا كمان خلاص فانا هرميه. الايلاينر ده من ميسلين برضو، وانا قلت قبل كده ان الايلاينر بتاع ميسلين من احسن انواع الايلاينر اللي انا جربتها. ده الريشه بتاعته اللي هي رفيعه، وفي برضو منه الريشه اللي هي الناشفه دي، الاثنين ممتازين، بس ده برضو خلاص فانا هرميها. ده الايلاينر بتاع اماندا، انا جبته من كلام الناس عليه بس الصراحه ما عجبنيش قوي يعني. يعني هو مات وسواده حلو كده بس مش بيظبط خالص، ومن النوع اللي هو لما تيجي تمسحيه بيهبب العين كلها وبتاع، انا ده ما عجبنيش قوي يعني، بس شغال. ده بقى بالنسبه لي التوب، ده احسن ايلاينر في حياتي مثلا. ده ب 80 جنيه اساسا، وثابت جدا وسواده تحفه وبينشف بسرعه، حلو قوي بصراحه. ده من اسنس اللي هو اسمه ليكويد انك. بصوا الايلاينر ده هو لونه موف، ده من اماندا، ده اسمه بيرمننت ايلاينر، يعني زي ايلاينر دايم مش طبيعي، بيثبت بطريقه مش طبيعيه. بس المشكله ان الاسود منه دايما خالص، كل ما اروح اسال عليه ما لاقهوش. فده فعلا يعني لو جربتيه على ايديكي ممكن تقعدي يومين بتحاولي بتطلعيه مثلا، فدايما اسالوا عليه، لو لقيته منه الاسود ده هيبقى ممتاز. ده الجامبو بنسل بتاع نيكس اللي هو لونه ابيض، اللي هي الدرجه اسمها ميلك. وده الكونتور بتاع الليجر، وده الجليتر جلو بتاع ان واي اكس او نيكس. بصراحه ما جربتوش لسه يعني، بس من اللي بيتقال عليه ان ده احسن جلو للجليتر يعني. بعد كده حاجه الحواجب، ده الجل بتاع فوريفر 52، وده القلم بتاع اتش اند ام، تحفه برضو، بس للاسف زي ما قلت الميك اب في اتش اند ام خلاص ما بقاش موجود. ودي البوميد بتاعت ميلاني بتاعت الحواجب، برضو انا عامله عنه ريفيو وفي نفس الفيديو قايله ازاي ترسمي حواجبك. ومسكره الحواجب بتاعت اسنس دي انا جايباها الدرجه درجه لون حواجبي عادي، انا ما بفتحش بيها، انا بس يعني بعزز لونها كده وبثبت بيها حواجبي. الاصفر ده بتاع ميبلين، انا كذا مره قلت عليه ان هو اصلا مش حلو ومش ثابت وبيهبب وحوست حوسه يعني، فانا ده هسيبه على جنب مش عارفه هعمل فيه. وده قلم نود من فلورمر، وده القلم الابيض بتاع اسنس، برضو كنت عامله كده فيديو لاستخدامات القلم الابيض، بس انا قلت ان القلم ده مش حلو برضو مش ثابت خالص. ده الكحل بتاع اسنس اللي هو اللونج لاستنج، ده انا سمعت ريفيوهات عنه ان هو حلو جدا، بس ده برضو من الحاجات اللي انا جبتها ولسه ما لحقتش استخدمها او اعرفها يعني، فهبقى اقول لكم عليه بعدين لما استخدمه. بعد كده دي الليب لاينرز اللي عندي، اقلام الشفايف، ده من فلورمار، ده من البراند اللي اسمها اوفيس اللي من السعوديه، دي حلو ده برضو. والقلم ده بتاع اوريفلام اللي هو ذا وان، ده مش اللي بيتبرد، ده اللي هو بيطلع من تحت ده، دول تحفه 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 تحفه، دول لو قدامكم لسه موجودين انا ما اعرفش دول من زمان اصلا، هاتوهم. والثلاثه دول برضو من فلورمار، انا اغلب اللي عندي من فلورمار هم ناشفين شويه، بس لما برطب شفايفي قبلهم بيبقوا حلوين قوي والوانهم تحفه. بعد كده دول الروجات الخشب بقى كلهم، دول بتوع اماندا، انا عامله عنهم ريفيو مخصوص هسيب لكم لينك الفيديو. ده بتاع اسنس وده بتاع فوريفر 52، والاثنين دول انا كنت بقارن ما بين بتوع اماندا وما بينهم في نفس الفيديو، فهتشوفوا كل ده. والاثنين دول من ميبلين اللي هما كلر دراما، دول مش بستخدمهم كتير بصراحه، او يمكن تقريبا مش بستخدمهم اصلا، مش مات كده، دول كريمي وانا ما بحبش الملمس ده. دول الروجات دي من اوريفلام، هما برضو مش مات، دول كريمي كده شويه. والاثنين دول من فلورمار، ده واحد احمر واحد نبيتي، يعني هنا فلورمار ممسوحه فده اكيد ده نبيتي عشان هو ده اللي بستخدمه اكتر يعني. والثلاثه دول من اسنس، وده بتاع اماندا اللاين اللي هو المات، حلوين قوي دول على فكره. والثلاثه دول بتوع ايفون، دول برضو انا لسه جايباهم ما جربتهمش. ودول الليكويد بقى بتوع كلر باك، دول المات، برضو كنت متكلمه عنهم كده في ريفيو سريع في الفيديو اللي كان مجمع كذا ريفيو مع بعض. دي اي شادوهات سنجل كده كنت جايباهم من اتش اند ام، ده الجيل لاينر بتاع لوريال الاسود، ودول برضو جيل لاينرز من ميبلين، واحد اسود واحد بني. انا كنت عامله مقارنه ما بين الاسود بتاع ميبلين والاسود بتاع لوريال، شوفوه برضو هسيب لكم اللينك. وده البلاشر من جوردانا، وده يعتبر باودر حواجب واي شادو في نفس الوقت من جوردانا. وده باودر الحواجب من اسنس، وده شكل الترابيزه لما هدت شويه، على فكره دي ترابيزه عاديه، ترابيزه زي اكل يعني دي كده، وانا حاطه عليها الورق الابيض ده ولوح الازاز ده اصلا كان عندي كده وصغير ومش نافع، بس يعني المهم حسنت شكل الترابيزه سنه بسيطه كده لحد برضو ما اعمل حاجه مخصوص. فاضل بقى عندي دول كده تعتبر كراكيب يعني، انا دي شنطه ميك اب عارفينها اللي هم الصغيرين دول العاديه كده، دي انا حاطه فيها كل الرموش اللي عندي والادوات بقى برضو هنا، دي بتاعت الرموش وملقط الرموش بقى والحاجات دي، هي دي البودر بس فاضيه.
انا بعمل بيها عاملاها زي كانها طبق لميكس الفاونديشن يعني. بس اديني كده خلصت كل لم الحاجه، خلاص قفلت الشنطه دي اللي فيها الرموش والكراكيب وكده، دول هبحطهم في حاجه تانية، دول مش مهمين عادي يعني، مهم الميك اب. كده كله فاضي. وهنا حطيت بقى جنب البوكسات دي كده، حطيت كل الحاجات اللي فاضله، العلبه اللي فيها السبونجز والقطن وبتاعه الودان، ودي هم الثلاث كوبايات او الكونتينرز دول اللي انا حاطه فيهم الفرش، حطيتهم زي ما هم كده يعني، هم كده كده مش هيتحركوا وبس. والحمد لله الشنطه كده اخدت كل حاجه. بصوا حتى القط اصلا مفيص مني والله وزهق. سيمبا بس 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 بس. باي. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، او سيمبا هينام. باي باي.